وبهذه المناسبة يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. أهلا بك سعادة السفيرة في نشرة الثالثة. علاقات راسخة تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، هل من كلمة بهذه المناسبة؟ نعتز بمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، مشاركة جمهورية مصر العربية احتفالاتها بعيدها الوطني والذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة التي شكلت محطة مضيئة في تاريخ الشقيقة مصر والعالم العربي، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة وتأكيداً على عمق أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتميزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظهما الله ورعاهما. والحديث عن العلاقات البحرينية المصرية ومدى تميزها، فإنه نحتاج إلى ساعات وساعات طويلة ولن تكفي، فهو تاريخ متجذر ممتد من الأخوة والمحبة والتفاهم والاحترام المتبادل والتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف والتطلعات المشتركة على المستويين الرسمي والشعبي، يؤطره روابط من المودة الراسخة. فمملكة البحرين تقدر عاليا المواقف المشرفة لمصر العروبة في الحفاظ على الأمن القومي العربي ونصرة قضايا أمتها العربية والإسلامية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومواصلة مسيرتها التنموية ودعم حقوقها التاريخية. كما أن مملكة البحرين تجدر تهانيها إلى جمهورية مصر العربية في هذه المناسبة القومية العزيزة لتجدد اعتزازها بعمق العلاقات وتقديرنا للمواقف المصرية الثابتة في سبيل رفعة الأمة العربية، وتؤكد على حرصها الدائم على توطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية وتنميتها في جميع المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، ويلبي تطلعاتهما نحو منطقة مستقرة ومزدهرة وعالم ينعم بالأمن والسلام. فكل عام ومصر العروبة بخير ومزيد من التقدم والازدهار. نعم، من القاهرة سعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك.